عودي معكم للمتابعة. ضيفتي دكتور زاهرة حرب. أول قبل ما أعرف عليك بدي أقول صباح الخير. أهلا وسهلا فيك, اشتقنا لك. مرسي. وأنا كمان زميلتنا السابقة والكمان المستمرة ولكن عالميا هلأ, أهلا وسهلا فيك بعالم صباح. عينت الإعلامية والأكاديمية اللبنانية زاهرة حرب عضوا بمجلس أوفكوم البريطاني, وهو المجلس المشرف على مضمون كل ما يبث بالإذاعات والتلفزيونات التجارية العاملة في بريطانيا. تعمل زاهرة حرب حاليا أستاذة محاضرة بمادة الصحافة الدولية بجامعة سيتي يونيفرسيتي لندن, وبدأت مسيرتها المهنية محررة ومندوبة بتلفزيون الجديد ومراسلة من بعدها لتلفزيون لبنان, وخلال عدوان عناقيد الغضب بالعام 96 اشتغلت بالمستقبل وتعاونت مع إذاعة بي بي سي وقناة سي ان ان قبل ما تتركي العمل الصحافي وتتفرغي للبحث الأكاديمي, وقالك فترة طويلة تركتينا كمان إضافة إلى منصبك بمجلس أوفكوم اللي هي Office of Communication. هي أيضا عضو بمجلس مستشاري تومسون فاونديشن من العام 2007. اسم الله عليك, يعطيك ألف عافية. طبعا احنا دايما أشخاص مثلك لبنانيين بيبيضوا لنا وجهنا عالميا. بالبداية قبل ما نشوف ليه تم اختيارك, وانت أول شخص عربي بيتم تعيينه بهالمنصب هيدا بالOffice of Communication ببريطانيا, شو هو هالمجلس؟ يعني إذا بدنا نقارنه أو إذا بدنا نشرح أكثر شو دوره. هو أوفكوم Office of Communication أنشئ بقانون عن مجلس نواب البريطاني, وشغلته هدفه تنظيم كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات ببريطانيا. بقلب أوفكوم في مجلس اسمه Content Board اللي هو مجلس المحتوى, مسؤول عن تنظيم كل ما له علاقة بالإعلام المرئي والمسموع, يعني تلفزيون وراديو, بما يتعلق بالرخص, بما يتعلق بمراقبة, إذا بدك يعني مش مراقبة اللي نحن نفهمها بالعالم العربي, بمعنى أنه جودة ما يبث. صحيح. ومضمون ما يبث هل يراعي المعايير المهنية والمعايير التي يعني يتفق عليها المجتمع؟ هناك مثلا قيود بنود إلى علاقة بماذا يعرض مثلا قبل 9 مساء, الأطفال فيهم يشوفوه ما فيهم يشوفوه, إلى علاقة بتنظيم علاقة المؤسسة الإعلامية مع المشاهد, مع المستهلك, مع المواطن, كل ما له علاقة بعلاقة المواطن بالمؤسسات الإعلامية. نعم. ودور المؤسسات الإعلامية, أعطاء رخص للمؤسسات الإعلامية, يشرف عليها هيدا المجلس. طيب نحن إذا بدنا نحكي أنه الإشراف عم بصير على الوسائل الإعلام كانت المسموعة أو المرئية, ولكن بيبقى اللي هو أوسع والمنتشر أكثر اللي هو الإنترنت. يعني بالإنترنت بعد ما وصلوا هلأ النقاش عم بيصير أنه هل تعطى صلاحية مراقبة ما يعني يعرض أو ما يتم تداوله عبر الإنترنت لا أوفكوم ولا لا. هذا الموضوع بعده هلأ قيد البحث. يلي قادرين هن يتعاطوا معه هو موضوع الكوبيرايت, موضوع الملكية الفكرية والأدبية. يعني ما فيك تعمل تحط شيء على الإنترنت هو ملك لحدا تاني, إن كان موسيقى أو فيلم أو حتى جزء من برنامجك. هيدا بعدهم هن قادرين يكون إلهم عليه نوع من السلطة. نعم. والسيطرة. يعني أنا التقنية. بتصور هون اللي لازم يصير فيه التركيز, لأنه إذا عم تحكي أنت عن جودة بث المواضيع والمواد, انه خاصة الاعمار قبل التسعة وبعد التسعة, الانترنت ما فيها الرقابة. ايه. وفي خطر اكبر. ايه. من بس في بالانترنت اللي هن بيقدروا يتحكموا فيه, الشيء اللي له علاقة بالبرنتال جايدنس يلي هو الارشاد اللي بيعطوه العائلة, هيدا جزء من التقنيات يلي هن بيشتغلوا عليها, اضافة لانه لهم علاقات مع كل المؤسسات الكبيرة. يعني يوتيوب بتتعاون مع أوفكوم لحتى تضمن انه هناك بعض المواد لا يمكن بثها, مثل ما بيتضامنوا مع مثل ما بيتعاونوا مع أوفكوم بما يتعلق بالملكية الفكرية والأدبية. مثلا تويتر كمان نفس الشيء. يعني هيدي العلاقات بتصير مع المؤسسات يلي أكثر منتشرة هلأ على وسائل على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي, لا ضمان أنه في نوع من إذا بدك الإشراف يلي بيكون ضمن سيطرة المعايير العائلية اللي هي الأم والأب اللي لازم يتعاطوا مع
الموضوع هيدا. طبعا زاهرة يعني تم تعيينك واختيار، كيف تم التواصل معك؟ طبعا هو بوست شرف، هو بوست مهم يعني للواحد يحصل عليه، وأول عربية تعين، أول عربي زلمي ومرأة عربية أو عربي، صحيح أول عربي بمجلس أوفكوم البريطاني. ليه تم اختيارك؟ كيف تم التواصل معك؟ هلأ هني بهيدي الفترة في انعرض، هو لأنه public post يعني موقع عام، مجبورين يعملوا إعلان عن الموقع عبر وسائل الإعلام. هيدا موقع 3 سنين، يعني بيعملوا معك كونترا على فترة 3 سنين، بيغيروا كل 3 سنين، ممكن يجددوا لك مرة واحدة على هيدا البوست. بفتشوا على experts، على خبراء بمجال معين من وأول ما صارت الإعلان عن هيدا البوست قدمت، وصارت فترة يعني مرقت حوالي 8 أشهر بكل الإجراءات، و صار في بعد التقديم بيصير في شورت ليستنج، يعني بنقوا مجموعه ليعملوا معهم مقابلات شخصيه، وعلى ضوء المقابلات بيختاروا من هو الشخص يلي بدهم. في بيصير في دراسه لملفك على مدى الفتره اللي انت خدمتي فيها بهالمجال؟ طبعا، لانه بتقدم يعني بياخذوا السي في تبعك، بدك تكتب رساله تقول ليش انت مهتم بهذا البوست وانت فيك تكون بهذا البوست، وطبعا بيسالوا عنك، وفي ريفرنسز بتنعطى. وهن بهيدا الوقت، يعني واحد من الأسئلة اللي سألتها أنا بالمقابلة بالآخر إنه ليش أنا، بيطلع إنه هن عندهم هلأ اهتمام إنه يكون في حدا على الكونتنت بورد من بيعكس التنوع الثقافي والاثني يلي موجود بالمجتمع البريطاني. طب هني هل هني بحاجه انا بدي فوت دغري هيك، وبعرف يمكن سؤالي مش محله بس بدي اساله، هل هني بحاجه للون عربي بهال؟ لا، هني بحاجه لاكسبرت يعرف بشيء له علاقه، بسموه هني الفورين لانجويج برودكاست، بشيء له علاقه بالاثنيك ماينورتيز، الاقليات. انا جزء من الابحاث اللي كنت عم بشتغل عليها هو الريبرزنتيشن، التمثيل الاقليات بالاعلام البريطاني. فبدهم اكسبرت يجي على هيدا المجلس ليكون قادر اذا اجت اي شكوى، اذا في اي موضوع بيتم نقاشه بيتعلق به، لانه كمان اوفكوم بيعطي رخص للتلفزيونات الدوليه يلي بتبث من لندن، يعني مؤسسات مثل الجزيره مثلا تاخذ، اذا بدها تبث عم تبث من لندن تاخذ لايسنس من رخصه من اوفكوم. الفيوتشر هلا اذا بدها تبث من لندن بدها تاخذ رخصه من اوفكوم. هيدول اللي كانوا عم بفتشوا على اكسبرت يقدر يكون بيعرف بالانترناشنال برودكاست. عندنا واسطه يعني فيوتشر؟ لا، ما عندنا واسطه. ممنوع الوصايا. طب هل التشدد العربي بحاجه له بهيك مطارح عالميه؟ لانه العقليه العربيه بالاعلام تختلف عن عالميا ببعض المواضيع، بس ما بتقدر الموافقات يعني هي هو هذا المجلس شغلته مرتبطه مثل ما قلت لك بالاول بعلاقه المشاهد البريطاني بالمؤسسه الاعلاميه. يعني واحده من الاشياء انه بس الكراهيه تجاه دين او عرق او جندر او يعني مثلا هيدا من الـ الدقه في نقل المعلومه او عدم الانحياز في نقل المعلومه. هدول من المواضيع اللي موجودين بشيء اسمه برودكاست كود اللي هو اوفكوم تسعى لتنفيذه وضبطه بالكونتنت تبع المؤسسة. اذا بده يعطوكي مهمه، بيعطوكي مهمه تلفزيون اذاعه ولا موضوع؟ لا، ما في مهمات بهذا المحل. في شكاوى المواطنين، في بنسميه نحن راندوم مونيتورينج، بصير بس ليكون هذا راندوم مونيتورينج شغلته بس لنشوف اذا التلفزيونات عم تتماثل مع المعايير المهنيه الموجوده يلي اوفكوم حاطتها، واللي على اساسها هاي المؤسسات اخذت الرخصه لحتى تبث ان كان راديو او تلفزيون. بس الشغل الاساسي يلي بنعمله هو له علاقه بشكاوى المواطنين، يعني حتى لو اجت شكوى وحده في executives، في units عم يشتغلوا بيشوفوا الشكوى، بيدرسوا الشكوى، بيقارنوها مع الregulations، مع المعايير يلي موجودة، هل تم خرق ما تم خرق. وكل مواطن بحق له يوصلوا رد على الشكوى تبعه. كل مواطن. هلا نحن شغلتنا بالبورد انه بالمجلس المحتوى الشكاوى اللي كثير معقده يلي الاكزيكيوتيفز ما بيقدروا يعملوها يعني بطريقه مباشره بتطلع لعنا على البورد. نعم.
كمان نحن عندنا كوميتيز، لجان صغيره من 3 اشخاص من اللي موجودين على المجلس العام. كل واحد مننا على 8 اسابيع بالسنه بيكون عضو بوحده من هدول اللجان الصغيره. هدول اللجان الصغيره شغلتهم كل القرارات المباشره، او اذا بدك الاسسمنت، الدراسات المباشره للشكاوى بتطلع على هيدي اللجنه المصغره، منوافق او ما منوافق. طب دكتور زاهرة، كيف بيتجدد لك 3 سنين تانين على أي أساس؟ بيتجدد على أساس إذا هني حسوا أنه في عملت contribution، عملت يعني كان في إلي دور بالمجلس. كمان. وكمان إذا أنا بدي يعني بيسألوك بدك تجدد، لأنه أحيانا بيصير لأنه كلنا عنا أشغال تانية. أوكي. يعني ما مش بس شغلتنا هيدي العضوية، بس كمان يمكن هن يشوفوا أنه أنت كان وجودك مثل قلته، فبالتالي يعني نعم. شكرا على خدمتك 3 سنين، هلا بدنا نجيب حدا جديد. نعم. كمان قلت عندك مهام تانية، عندك مهام تانية كتير، يعني في قصة كمان عضو بمجلس مستشاري تومسون فاونديشن، اللي هو تومسون فاونديشن تشاريتي بلندن موجودة، يعني ببريطانيا. بيعملوا نوع من التدريب الإعلامي لصحفيين ومؤسسات إعلامية بأكثر الأحيان بتكون بالدول التي النامية، يعني نعم. التي بحاجة لدعم له علاقة بالتدريب الصحفي. نعم. قد ايه بياخذ من وقتك؟ ما بياخذ كثير من وقتي، يعني بياخذ من وقتي عمليا. انا هذا الشغل بعمله مع تومسون فونديشن بالاجازات الاكاديميه، والمهمه اللي هلا عينتي فيها كمان يعني هيدي المهمه اكثر حتاخذ من وقتي، لانه في اجتماع كل 6 اسابيع في هدول اللجان المصغره. بلشت باول ديسمبر. اول ديسمبر. طيب على صعيد ثاني، كمان بتدرسي بجامعه سيتي يونيفرستي لندن، بتعطي ماده الاعلام؟ ايه بعطي ماده، انا الماسترز يلي بدرس عليه اسمه صحافه دوليه. نعم. بدرس ماده اسمها الجلوبال جورناليزم، اللي هي الصحافه العالميه، ومشرفه على ليدر للقسم المرئي والمسموع بالماجستير. نعم. وكمان مستلمه برنامج الدكتوراه بالكليه. نعم. وكمان مستلمه الاثكس كوميتي، اللي هي لجنه البحث، لجنه اخلاقيات البحث العلمي بالكليه. يعني شخص كإعلامي عربي أو لبناني على شاشات محلية ينتقل لهيك مطرح، طبعا تقدم كتير كبير، يعني في نقلة نوعية. بس ابتعدتي عن الشاشة، بتشتاقي؟ ابتعدت عن الشاشة، بشتقلها، بس كمان بحب البحث. يعني بحس أحيانا أنه بس أعطوني كاميرا بس كمان بس كمان بحس انه اللي عم بعمله بالبحث كتير مهم. يعني ممكن اذا وصلت لمحل اقدر اعمل 2 سوا بكون ممنونه، بس مش كتير سهله العمليه. طيب دور مشرفي على الاعلام ببريطانيا بغزيلك اللي انت عندك اياه، هو اللي بغزيلي كان اللي انا عندي اياه، هو الدورات التدريبيه اللي بعملها. يعني علاقتي المباشره مع الصحفيين، علاقتي المباشره مع الاعلاميين، والدورات التدريبيه كانت هي اللي كانت تقربني اكثر اذا بدك من الشغل اليومي او الفيلد تبع الصحافه. وهلا بحس نفس الشيء مع تلاميذي. يعني انا بتخرجوا تلاميذ بيطلعوا كل واحد بيستلم موقع بمؤسسه اعلاميه بكل انحاء العالم، فكمان هول بحس انه عملت شيء كثير مهم، انه عم يوصلوا لمحلات مهمه. بموقعك مسموح تستلمي برنامج على شاشه معينه ببريطانيا؟ هلا لا، هلا ل3 سنين ممنوع يكون في اي علاقه مع اي مؤسسه اعلاميه في من وراها ربح، يعني معاش. نعم. أفكم بيشرف عليها، ممنوع. بتتقاضي اجر على منصبك؟ بتقاضى بدل. نعم. اللي هو بدل بيحسبوا لك يومين تحضير يوم اجتماع. هيدا هو بس خلال الشهر يعني؟ ايه خلال الشهر. يعني شهري هو اجتماع، شهري يوم. نعم. اجتماع ويومين تحضير. عم بتتابعي المحطات المحلية بلبنان؟ طبعا شغلتي هاي. كمان عم بتتابعي؟ ايه بتابع. شو رأيك ب ليش شو بدك رأيي هلا؟ مالك يعني خبرينا شو هيك انا اساسا كتبت كثير عن الموضوع. نعم. تحديدا بما يتعلق بالاخبار والبرامج السياسيه، او انا كمان لانه عضو بالمجلس التنفيذي لشبكه الاخلاقيات الصحفيه، اللي هي شبكه دوليه بتعنى بجوده واخلاقيه العمل الصحفي. وقلت انه نحن وصلنا لمحل يعني كثير، اذا ما بدي عمم،
بس بما يتعلق بأخلاقيات مهنة الصحافة لازم إعادة تأهيل من أول وجديد من الأساسات. من الأساسات كله. طيب خلاص راح ما بدي رأيي. ثانك يو زاهرة، كثير انبسطت فيك. ميرسي لك. وأنا كمان. وطبعا بيضت لنا وجهنا، ونحن بنعتز إنه شخص لبناني مثلك عنده هالمناصب اللي وصل لها ببريطانيا، وهالثقة اللي أعطوك إياها هي ثقة لشخص لبناني كمان نعتز فيها. إن شاء الله كمان بنشوفك بعد بمراحل تانية معنا بمقابلات، نقدر نتعرف أكثر على شو عم تعملي. ثانك يو زاهرة. دكتور زاهرة حرب زميلي سابقة طبعا تلفزيون مستقبل، وحاليا ببريطانيا بعدة مهام مثل ما حكينا خلال حلقتنا. بريك قصير بعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا.